أعزائنا المتابعين، هاي قناتنا الثانية الخاصة بأخبار الطلاب، لا تنسوا تشتركون بها، رابط راح يكون مثبت بأول تعليق. عاجل قرارات اللجنة العليا لفتح حظر التجوال. السلام عليكم متابعينا الكرام، قبل ما نبدأ بالفيديو لا تنسون تحطون لايك للفيديو وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس التنبيهات حتى توصلكم الأخبار العاجلة والمهمة من قناة أخبار العراق. يكون حظر التجوال من الساعة 7 مساء إلى 6 صباحا بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 21/4/2020 ولغاية يوم الجمعة الموافق 22/5/2020 مع شمول يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بالحظر الشامل التام وبذات الاستثناءات والإجراءات السابقة واستمرار الفئات المستثناة سابقا بمزاولة أعمالهم بما فيها الأفران والصيدليات، الاستمرار بمنع التجمعات التي يتجاوز عدد أفرادها 3 أشخاص، السماح للمطاعم بتقديم خدمة التوصيل حصراً ولا يسمح بفتح قاعات استقبال الزبائن فيها، السماح بمزاولة الأعمال وفتح المحال التجارية والمصانع والمعامل خلال ساعات النهار في أوقات رفع الحظر وبالحد الأدنى من العاملين، والتعهد بتطبيق إجراءات الوقاية الصحية وعدم التجمع، والاستمرار بغلق المدارس والجامعات ودور العبادة والمقاهي والملاعب الرياضية والمولات وقاعات الأفراح ومنع إقامة مجالس الفاتحة والعزاء والتجمعات، السماح بمواصلة الدوام بالمؤسسات الحكومية بالحد الأدنى من العاملين وللضرورة حصراً على أن لا يتجاوز نسبة 25%، منع عمل وسائل النقل الكبيرة التي يزيد عدد ركابها عن 4 أشخاص والسماح لمركبات الأجرة الصالون بالعمل، منع السفر الخارجي والداخلي والتنقل بين المحافظات، وللجنة العليا للصحة والسلامة استثناء فئات محددة حسب الضرورة، تكون حركة الشاحنات الكبيرة 3 طن فأكثر من الساعة 7 مساء إلى 6 صباحا، على الجميع ارتداء الكمامات خارج المنزل بدون استثناء وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. أعزائنا المتابعين، هاي قناتنا الثانية الخاصة بأخبار الطلاب، لا تنسوا تشتركون بها، رابط راح يكون مثبت بأول تعليق.